كنت مجتهدا في نيل الدرجات العلى في الجنة حتى قرأت لأحد الصوفية أنه إذا أدخلك الله الجنة فاسأل ما شئت من القصور والحور لقوله تعالى لهم ما يشاءون. ومنذ ذلك فطرت همتي وأقول ما فائدة التعب إذا كنت سأطلب ما أشتهي؟ من قال لك أنك ستدخل الجنة وجزمت بذلك وبعدها جلست تقول كل الذي أشتهي؟ تترك نصوص محكمات. إن الله قال في كتابه الكريم في أقوام انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي تفاضل في الجنة. إن الله قال في كتابه الكريم فأولئك لهم الدرجات العلى. ففي درجات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نصوص تتلوها نصوص تتلوها نصوص تفيد أن هناك تفاضل في الدرجات، لكن أنت حكمت لنفسك أنك دخلت الجنة وقلت كل ما أريده سأناله. أخشى أن تسأل الله لنفسك الوسيلة وتكون أعلى من منزلة رسول الله بزعمك. انتبه لا تخرف.